يحكي معنا وبش يمثل الوزارة ويعطينا وجهة نظر الوزارة. سي شكري حمادة المسؤول القانوني في وزارة الشباب والرياضة. سي شكري صباح النور. صباح الورد. شنو أحوالك سي شكري؟ لاباس عليك؟ ربي يخليك. سي شكري ناخذ رايك بعد شويه في الازمه هذه اللي سايره في علاقه. اسمي شكري حمده سي رفيق. سي شكري حمده واضح. حمده مدير الشؤون القانونيه والنزاعات. مدير الشؤون القانونيه واضح. سي شكري خليك معنا في التليفون من الجهه الاخرى. معنا سي حامد المغربي الناطق الرسمي باسم الجامعه. سي حامد صباح النور. صباح النور لكم وللساده المستمعين. شكرا لك سي حامد. سي حامد وسي شكري باش نحكيو معكم على الازمه، ازمه ازياء المنتخب، ونبدا معك سي شكري عن الوزاره. اكيد تبعت واش تقال في البلاتو لهنا، اكيد تبعت واش تقال في البلاتوات الكل، واكيد تبعت زيد البيان نتاع الجامعه. نعمل ريكاب صغير في دقيقه قل شويه للناس اللي تسمع فينا. الجامعه اصدرت بيان قالت منذ 30 سنه الجامعه امضت الجامعة التونسية لكرة القدم أمضت العديد من عقود واتفاقيات الاستشهار مع موردين أجانب للأزياء الرياضية لفئة المنتخبات الوطنية. كانت الجامعة ديما تتمتع خلال الفترة هذه بإعفاء جبائي. الجامعة تقول أن وزارة الشباب والرياضة رفضت تمكين الجامعة من الحصول على الإعفاء الجبائي بالتعلة أنه عقد استشهار وليس هبة. بعد راسلت هي الشركة المختصة كابا وطلبت منها باش يتغير العقد في شكل هبة. راسلت الوزارة رفضت أنه تعطيها كمام الفافور هذية، ومن بعد عاودة راسلتها الجامعة وطلبت منها حل. قالت لها شنو نعمل إذا كانت ترفضها أنت رغم أن أعطيتك الهيبة. يقال أنه من 4 نوفمبر الوزارة لم تجيب الجامعة التونسية لكرة القدم. بعد خلنا في الريزيليسيون اللي صارت مع شركة كابا الفرنسية، وهو معطى نجم نترقوله بعد شوية. سي شكري كيفاش ترد على الكلام هذا؟ اولا شكرا لك وشكرا للسادة على الحضور معك ولكل السيدات والسادة المستمعين والمشاهدين لإذاعة ديوان فان، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة. اولا اود ان اوضح الإطار القانوني الذي تتنزل فيه هذه العملية. هذه العملية تتنزل في إطار الفصل 272 من مجلة الديوانة. ومجلة الديوانة وعلى خلاف ما قالت الجامعة او ادعت صدرت سنة 2008، وبالتالي وعمر هذا الفصل وهذه المسألة 4 سنة وليس 30 كما قالت الجامعة وادعت. وكانت قبل ذلك تخضع الديوانة لتشريع يعود إلى سنة 55 وهو أمر علي صادر عن باي تونس آنذاك. ثم الفصل 272 من مجلة الديوانة هذا يعطي فرصة أو إمكانية لكل من يريد أن يستصدر إرسالية وعملية توريد استثنائية ولا تكتفي صبغة تجارية إمكانية للإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة. ويستشف من هذا الفصل أن هذا الفصل مرتبط بشرطين أساسيين. الشرط الأول هو أن يكون هذا التوريد استثنائي، بمعنى أن يكون ليس متواصل في الزمن وليس مسترسل مرة أو مرتين، ثم أن لا يكتفي صبغة تجارية. وهذا الفصل ينطبق على كل العمليات التي لا تكتفي هذه الصبغة التجارية ولا يكون لها هذا الطابع الاستثنائي. كما أوضح أن الإدارة المسؤولة عن تطبيق هذا الفصل وتمكين طالبه من الإعفاء أو رد هذا المطلب أو عدم اعتباره هي الديوانة التونسية وليست وزارة الشباب والرياضة. لكن وفي إطار تعاون وتكامل الدولة أحدثت لجنة للنظر في دراسة الملفات الجبائية وتمكين إعفاء لطالبيها فيما يخص الهياكل الرياضية، وهي لجنة فنية استشارية تنظر في هذه الملفات. ويعود إحداث هذه اللجنة إلى سنة 2017 فقط. نعود إلى الملف الذي تقدمت به الجامعة التونسية لكرة القدم. هذا الملف يجب التأكيد أولا على أنه يعود إلى 1 مارس 2019، أي مر عن تقديم هذا الملف لأول مرة
سنتان وعشرة أشهر. قدمت الجامعة مطلبا بتاريخ 1 مارس تطلب فيه إعفاءها، تمكينها من الإعفاء الجدائي في إطار في لأنها حصلت على الجاء في إطار عقد هبة. اجتمعت اللجنة يوم 7 مارس، وبعد دراسة الملف اتضح أن هذه الأشياء وعلى خلاف ما ذكرته الجامعة ليست في إطار عقد هبة، وإنما في إطار عقد استشهار مبرم بين الجامعة وشركة كابا الفرنسية. هو من الأول سمحني تفعل معك شكري، كان عقد استشهار وقت اللي رفض الوزارة كان معللا بأنه لا لم يكن عقد هيبة. الجامعة راسلت، وبعد توصي حامد يزيد يوضح، راسلت الشركة الفرنسية واتفقوا الزوز على أنه يحولوا العقد إلى عقد إلى هيبة باش الأمور تكون قانونية. سأتي على هذه النقطة، ولكن من المهم جدا أن أعطيك التسلسل الزمني للأحداث. باي أنا نسمع فيك سي شكري، وزيد مهم جدا زيدا جوست أنك تركز معايا في الوقت باش خليه سي حامد يجاوبك وبعد نرجع نتفاعل معاك، نحاول نمشيو للنقاط المهمة في ساعة نزربوا شوي. إذن اتضح أن هذا العقد هو ليس عقد هبة ولكنه عقد استشهار بقيمة 500,000 أورو سنويا وعلى امتداد 4 سنوات، وبالتالي فهو عقد تجاري وممتد في الزمن، وبالتالي تسقط صفة الصبغة انتفاء الصبغة التجارية والصفة الاستثنائية لهذا الإجراء، وبالتالي لا مجال لتطبيق أصل 272 من مجلة الديوانة. ثم في 4 أكتوبر سأتيك هذا، طلبت عادت 4 أكتوبر 21 طلبت الجامعة كذلك تقديم مطلب إعفاء جبائي بعنوان تدوير أزياء رياضية، وقدمت اتفاقية هبة ممضاة بتاريخ 5 أكتوبر. يعني المطلب تقدمت به الجامعة يوم 4 أكتوبر، والعقد الهبة أمضي يوم 5 أكتوبر وهو غير مسجل، يعني أنه على خلاف ما يقتضيه القانون وخاصة قانون المالية سنة 2018. غير مسجل بالقبضة، هكا كتبته في البيان. غير مسجل واضح. وهو على خلاف ما يقتضيه القانون المالية لسنة 2018. كما أكدت، كما قدمت الجامعة وارتفعت بفاتورتين تنص على المعاوضة كصيغة للخلاص، ما يعني أنه تبادل منافع، تقديم أزياء مقابل خدمة، وهذا يؤكد مرة ثانية أننا لازلنا في إطار عقد استشهار. المدة كذلك هي نفس المدة التي يغطيها عقد الاستشهار من غرض جانب 19 الى 31 ديسمبر 22. هذا لم تنكره الجامعة سي شكري، قالت لك انا من الاخر بدلت الكونترا نتاع الاستشهار رديته هبة، هذا لم تنكره الجامعة، معناها نفس الفصول. تبديل طبيعة النص او طبيعة العقد ليس بمجرد امضاء عقد اخر وفي نفس المدة، خاصة وان الوثائق التي قدمتها الجامعة كلها تعود الى ادخال البضاعة الى سنة 20، كذلك الشهادة اسناد مسلمة من الشركة تعود الى 6 مارس 20، شهادة اسناد اخرى من سنة 25. دونت رفضتوا انتم، رفضتوا العقد في صيغة، رفضتوا العقد في صيغة الهبة اللي قدمته الجامعة ومن بعد راسلتكم الجامعة. هو عقد سوري. باهي اوكي، فهمنا وجهة النظر نتاعك. العقد التجاري هو بالنسبة لكم عقد سوري يخفي العقد التجاري، دونك هو غير قانوني اون بليس ماهوش مسجل كما قلت انت في القبضة المالية. هذه وجهة نظر الوزارة. نسمعوا سي حامد المغربي الى رفضه مرة. ومن بعد راسلوكم نقطة أخيرة، راسلوكم بعثوا لكم قالوا لكم بيه رفضتوا العقد نتاع الاستشهار، رفضتوا الهبة، اعطيونا مخر شنو نعملوا، معنا اعطينا حل قانوني. فلم ترد لم ترد الوزارة، لم ترد الوزارة. الجامعة راسلت في 4. هي علاش ما جاوبتوهاش، علاش ما جاوبتوهاش على النقطة هذه، علاش ما اعطيتو في 30 ثانية؟ قبل أن تراسلنا الجامعة أصلا قامت الوزارة بمراسلة وزارة المالية يوم 29 أكتوبر، أي مباشرة 15 يوما بعد تنصيب الحكومة الجديدة، راسلت وزارة المالية تطلب فيها تنقيح الأمر بالقانون وإثبات امتيازات الجبائية هذه تضمينها ضمن قانون المالية وإلصاء الصبغة الشرعية على أي نحو.
سي حامد المغربي كنت تسمع في سي شكري عن الوزارة، سمعت النقاط اللي أثارهم، يقول لك كذا ماهوش توريد استثنائي، يكتسي صبغة تجارية باعتباره متواصل في الزمن، 500,000 أورو على 4 سنوات، غيرت العقد وصار عقد سوري لأنه في الأساس هو عقد استشهار ماهوش عقد متاع هيبة، والعقد ماهوش مسجل كما ينص عليه القانون. سي حامد مرحبا بك مرة أخرى، ولك الكلمة باش ترد على كلام الوزارة. مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بالسادة المستمعين وبسي شكري. أنا لو يسمح سيادتك، لو يسمح سيادتك طلب لطيف بركة من سي شكري باش ما عادش يسميها لا بضاعة ولا سلعة، لأني سمعت البارح وسمعت اليوم مرة يسميها سي شكري سلعة ومرة يسميها بضاعة، اسمهم أزياء المنتخب، فيهم نجمة وهلال، لهم بضاعة ولهم سلعة. وأنا كنت نسمع في شكري وهو يغوص في الفصول القانونية، ينجم يكون الكلام من ناحية القانونية فيه وعليه ونقشوه، أما أنا السؤال اللي والناس يسمعوا فينا إذا يروا 30 سنة 10 سنين والجامعة تتمتع بامتياز، مش أنا راو إلا محمد ولا صالح ولا وديع ولا فلان، الجامعة تتمتع بهالامتياز هذا عندها عشرات السنين. كل قائل زعم الدولة قبل ما كانوش فيها وزراء يفهموا، ما كانوش فيها رجال قانون يفهموا، يخي هو النظر للموضوع هذا من ثقب إبرة قانونية، سجلت العقد في القباضة ولا ما سجلتوش في القباضة، وإلا جبتهولي بتاريخ كذا ولا جبتهولك بتاريخ كذا. راو الدولة وقت اللي كانوا رجالها وما زالوا متواصلين والحمد لله لتوا يعطيوا الامتياز الجبائي هذا، ما كان يعرفوا شنو المغزى شنو الرمزية من الامتياز هذا، لأنهم يعرفوا أنه هذاك عينة الدولة للاعب متاع المنتخب، هذاك عينة الدولة للجامعة التونسية لكرة القدم. لأن وقت اللي احنا نبدأوا نحفروا في التراب باش ندبروا فلوس ونجيبوا مستشهر عالمي يلبس اللاعب متاع المنتخب، راهو باش يخرجوا في تصويره تاع لاعب عنده وهره كيما الملاعبيه وقت توقف مع الفرقه يبداو لابسين الاديداس والنايك والليمبرو والماركات العالميه، مش في المراسله متاع الوزاره اللي سامحني كنت نسمع توا في سي شكري. اعتقد ان الكلام هذا الكل ولا زيد باش يتخال مع الفقره الاخيره اللي في المراسله، اللي هي الفقرة الأخيرة اللي هي اللي فيها لا يمكن الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند التوريد بصرف النظر يا سيد عن طريقة الحصول. قال لك شراء هيبة استشار التحب عليه الكل زيد من غير ما تقلق روح. أنا ريت الفقرة الأخرى تصب عليك استلماء من الأخر، لأنه تقول لك هذه مستلزمات يمكن صنعها محليا وتشجيع المنتوج الوطني. أنا هو تشجيع رأوا الكورة عندها مالها، شنو التشجيع المنتوج الوطني؟ في عنا احنا مستشهر وطني عالمي واحنا ما خديناش من عنده؟ يا اخي كي نوقفوا بين الامم احنا ونوقفوا ويوقفوا الملاعبيه نتاعنا، راهو ما يقولوش المنتخب نتاع الجامعه، يقولوا تونس. عنا احنا مستشهر وطني ويكيبمونتي وطني، معناها شنو نمشيو نخيطوهم في الاسواق احنا الملابس نتاع المنتخب الوطني؟ باش عاونتوها انتم الجامعه؟ يعني راهو اللي حبيت نقوله، مش لو بمنطق عندك فلوس برا خلص على روحك، شكون برا خلص على روحك؟ احنا في بالك سي بوشناق كي ناخذوا الملعب من عند الوزارة نخلصوا 30 مليون باش نلعبوا فيه في المقابل دولة أجنبية. وقت لي تجي تقول لي هك سجلت العقد في القبضة وسجلته بتاريخ كذا وما سجلتوش، يا اخي احنا نبدلوا في عقد الاستشهار الهيبة، بالكش نتحايلوا على القانون. ما كبعثت لك قلت لك استشهار، قلت لي لا مش هيبة، قلنا لك بيت ونحكيهم على عباد وردوه لك هيبة، رجعته لك هيبة قلت لي لا ما سجلتوش في القبابة، سجلته لك تقول لي لا قبل بنهار مش بعد بنهار، عليه هكا؟ يخماش مرة مناسبة متاع مقابلة رسمية ولا متاع دولة رسمية ما تعملتش أزمة، ما وقعش تسميم الأجواء بأي طريقة كانت، رو اللاعب يتأثر، رو في الأخر بالكل احنا عنا ثقة في الملاعبية، وقت اللي شعبت للتراه ويضرب على صدره ومش يبكي على اسم تونس وعلى النجمة والهلال ينسى كل شيء. أما لو تغيظهم تعرف في البطولة العربية الملاعبية بما أنه ما فماش معناها ملابس الملاعبية
نغسلوا في الدبش، انا نحشم كي نقولوا الكلام هذا، نغسلوا في الدبش ونعاودوا نلبسوهم برشا ملاعبيه تقلقوا تقلقوا حتى من ريحه الملابس. انا نحكي له هكا ونقول له لا نحب نخرج تصوير تونس بتلبس بماركة عالمية، هذيك وهرة نتاع الملاعب، هذيك زينته، هذيك باش كي يبدا واقف ما يحسش روحه عنده نقص. انت تقول لي سجلت بس سي حامد هو يقول لك زاد فما قانون وفما حاجات لازمنا نطبقوهم كمسؤولين. جوست يكملك لحظه انت برك، يقول لك فما قانون باش نحمي روحي انا غدوه نخرج من المنصب نجم نتحاسب. اي كلمه بركه نقولها لك يا اخي، القانون بلكش حطيته انا القانون 30 سنة هذا الجامعة تتمتع بالإعفاء الجبائي، عشرات السنين هي تتمتع. يقولك إذا كان غيري لم يطبق القانون ما تلزمنيش أنا باش ما نطبقوش. فما قضية اليوم رفعتها مثلا آي واتش، نجم نلقى روحي أنا غدوة نتحاسب خاطر عطيت للجامعة فافور بوتيتر أنا نحب نعطيها للجامعة ولكن القانون لا يسمح. أولا أنا كل إنسان قدم شكاية نحترم وجهة النظر نتاعو والقضاء هو الفيصل، ولكن انا نحب نقول لك حاجه برك، نحب نقول لك انه راهو القانون قراءته وتاويله كي يبدا حد يحب ياولو دون لو بون سونس ياولو دون لو بون سونس، وقت يحب حد ما ياولوش بالطريقه اللي يحب عليها هو ينجم يعمل. انا كنت نسمع في شكري في احد المداخلات قال هاول هوند مثلا منعناها، هو بين قوسين راه ساعه فما قول قاعد يتقال متاع ليه الديوانة هي اللي تقرر. ليه مش صحيح، الديوانة متعاملة اللجنة متاع وزارة الشباب والرياضة إلا الاستئناس برايها باش تقولها وزارة الشباب والرياضة تقولها أعطي ولا ما تعطيش. بس سي حامد اقعد معنا عنا فاصل صغير، فاصل صغير ونرجع لكم اللزوز ونحاول نسمع كلام سي شكري ردا على كلام سي حامد. سي حامد ما تخلش برشا في القوانين، يقول لك هذايا منتخب كي تحب تعاونوا تعاونوا، تحب تلقى له لابتي دبيت تلقى له، تقول له مش دوناسيون نعطيك كونترا دوناسيون، تقول لي عقد سوري نعطيك عقد دوناسيون، تقول لي لا ماهوش مسجل نسجله لك، تقول لي سجلته بعد بنهار وكأنك تلوش باش ما تعطيش للمنتخب. لحظة نكمل وبعد عمل رمارك قال لك راي ازياء المنتخب وليست بضاعة. نسمعوا كلام ورد سي شكري بعد الفاصل. رجعنا لكم في الرفماق، معنا سي حامد المغربي الناطق الرسمي باسم الجامعة، معنا سي شكري. مازلت نكمل في الكلام يا سي حامد، ومعنا سي شكري حمد عن وزارة الشباب والرياضة. باهي نعطيك دقيقة بالحساب سي حامد خاطر نحب نرجع لسي شكري والوقت يداهمنا 60 ثانية يلا. شوف في الاخر بالكل كي تقول لي برا امشي خلص على روحك حسسني اللي كيني انا معناها مانيش نمثل فيك، انت دوله وانا نور لك صورتك، وانا انت دوله وانا نمثلك. وقت تقول لي هكا نقول لك انت باش تعاون فيه المنتخب، تعاون فيه كان بالكلام معناها ولا المنتخب مطالب باش يعبي خزينه الدوله، ولا الدوله مطالبه باش تعاون المنتخب. راو الوزراء قبل والمسؤولين قبل والناس اللي واقفين قبل في الدولة كانوا يعرفوا القانون هذا ويعرفوا الامتيازات هذه ويعرفوا كل شيء، أما كان عندهم المغزى وقت يقف لك ويعاونك ويمد لك يد المساعدة ويلقى لك حل وما يوقف لكش ويقول لك لا دبر راسك برا امشي حال. خاطر أنا تقول لي دبر راسك وتقول لي القانون نقول لك أنا الفلوس نتاعك اللي هي لازمك تعطيها لي ما عطيتهاليش، مخالف للقانون انت. خلينا نرجع مع سي شكري فهمت سي حامد وين يحب يمشي. يقول لك اليوم هابش نعطيك الكلمه زيد نعاود نحوصل لك، يقول لك انت وزاره كانت تحب تعاوني تتعاوني، كانت تحب تعاون لاعبي المنتخب تتعاونهم، تحكيوا على صبغه تجاريه، انا مانيش نبيع في المراول، اعطيتك عقد الاول قلت لي لا يلزم دوناسيون، بدلته لك دوناسيون قلت لي لا، ومن بعد سجلته لك قلت لي سجلته مخر، وكانك تلوش في الخطا في الغلطه في المدخل القانوني باش ما تعاونش المنتخب الوطني التونسي اللي ماشي يشرف العلم في كان الكاميرون 2022، مع كل تسميم الاجواء في كل ما فما تظاهرة رسمية. نرجع زيد على كلام آخر تقال في البلاتوات ونزيد نحط وان فاكتور، يقول لك أنا ما نجم نقرأ زيد حتى الناس اللي متعاطفة مع الجامعة، فما ناس متفهمة رأيكم أنتم، يقول لك ما نجمش ما نقراش سوء النية وقت اللي وزارة الشباب ولا الرياضة ورئيسة الحكومة تستقبل وفد المنتخب من غير حتى عضو من الجامعة ومن غير رئيس جامعة. ثم مشكلة كبيرة اليوم وكل واحد يجبد الروح، والوزارة ترفض أن تكون أكثر سوبليس مع الجامعة، ترفض تلقى لنا حل للمشكلة هذه. كيف ايش
ترد على هذا الكل بين القانوني وبين البرسيبسيون جنرال زاد سي شكري نتاع ناس تقول لك يودي منتخبنا ذا شنو تقول لي خلص ديوانا ونلقى له انا الحل باش ما يخلصش باش نعاونه باش يمشي يلعب ومش كيما قال سي حامد يولي يخسر في الحوايج 3-4 مرات في النهار في تورنوا في كوب عرب يلا سي شكري اولا شكرا الاستاذ حامد وشكرا وجبت اولا ما بالنسبه نحن في اطار نقاش قانوني صرف واعتقد ان احترام القانون واجب محمول على كل مواطن تونسي لا فمش قانون مع المنتخب بربي سامحني سي شكري بربي سامحني قاطعك محمود البارودي راه كيف ما واحد يجري البلاتو انا كنحب الناس اللي يتكلم بربي معناها نريضو خلي الناس تتكلم الكلام في وسط الميكرو راه حاجه مقلقه معناها وكان انا نحب الناس اللي يتكلم واش انت باش تقول يتكلم ولا ما يتكلمش نرجع معك سي شكري واضح سأجيب أولا الأستاذ قال ماذا قدمت الوزارة للجامعة قدمت الجامعة 500 مليون هذا للفريق التقنيه اللي تعمل فيها الجامعة في برج السدرية مليار تأطير فني 700 ألف دينار تنقل قدمت 2 مليارات لتحضيرات كأس إفريقيا الوزارة دفع 13 مليون و400 دعم للرياضة وللفرق التونسية تحدث عن كراء الملاعب وخاض في مواضيع لا أريد الخوض فيها ولكن اضطرني ذلك اضطرارا الجامعة التونسية لكرة القدم مدينة للحي الوطني ب 800 مليون الجامعة التونسية لكرة القدم مدينة لشركة بروموسبور ب 800 مليون الجامعة التونسية لكرة القدم تحصلت على عقود إشهار منذ سنة 1912 إلى حد هذا التاريخ بما يقارب 22 مليار يعني هذه المزايدات التي لا معنى لها نرفضها ارجع لي صلب الموضوع على خاطر احنا تجاوزنا وقت البرنامج سي شكري اسمعني لحظه احنا تجاوزنا وقت البرنامج باش نزيد نعطيكم الكل الزوز اخر 5 دقائق امشي لي ديريكت للهدف امشي لي ديريكت للموضوع اليوم انا ومن يسمم الاجواء هو من ترك الملف ما يقارب 3 سنوات وحرك الملف عندما انتقل الفريق الوطني ولا احد يزايد عن وطنيه الوزاره او الشعب التونسي هو بعث لك من 4 نوفمبر وما جاوبتوش انت 4 نوفمبر وقت اللي هو بعث 4 نوفمبر احنا اتخذنا الاجراء من 29 اكتوبر اي هو عاود راسلك 4 نوفمبر راسلك ننتظر الجامعه حتى تطلب وكان على الجامعه ان تحترم سلطه اشرافها باعتبارها تسير مرفق عام ان تستشير الوزاره قبل ان تبرم عقودها وكنا نعطي الحل وحاولنا هذا الحل ورسمنا قبل ذلك وزارة المالية الديوانة لتمكين في 14 اكتوبر 2020 قمنا بتقديم اعطاء امكانية للجامعة في تسريح هذه الازياء وعندما نقول بضاعة أو غيرها لأن هذاك المصطلح القانوني ونحن نتشرف بالدراب وبالعلم التونسي وأزياء المنتخب الوطني وكل ذلك ولا فائدة بهذه المزايدات التي لا معنى لها طلبنا من الديوانة تسريح هذه البضاعة هذه الأزياء كما ذكر الأستاذ على أساس ما يسمى بالأسوساسون ترانسويت وهو المستودع السوري يعني أن تخرج هذه البضاعة دون أي معاليم كما عبرت الوزارة على استعدادها على دفع المعاليم عوضا عن الجامعة وهذا يجب أن يذكر للحقيقة وبعيدا عن التسميم انتم كي مستعدين تدفعوا في بقعة الجامعة سي شكري كنتم خلت فعله معك ما عنديش وقت سي شكري يهديك كنتم مستعدين تدفعوا مكان الجامعة علاش ما تدفعوش ويتفضلش ادفع اليوم وخارج الأزياء تدفع الجامعات الأخرى الجامعة يجب أن تحترم القانون هي موجودة في دولة قانون وهي هيكل تعرف سي شكري ممكن تحكي بالقانون تنجم بتاتر تغلبنا كما قال لك سي حامد يقول لك النصوص القانونية كل واحد ينجم أولها أنت تقول مثلا لا هذا التأويل له شروطه وله باب كامل في مجال التزامات العقود
تحدد شروط واليات هذا التاويل. انت كي تحب تعاون المنتخب وهو جايب لك كونتران تاع دوناسيون، علاش ما اكتفينيش بالنقطه هذيك وانتهى الموضوع؟ هو جابه لك كونتران دو دوناسيون، تحب تسكر الموضوع وتعاون، انت قانونيا محمي اللي هو الجامعه كانت لحظه كمل بس شكر يهديك يا سي شكر يهديك عاد هو الجامعه كتبت لك لا عاد ما تقاطعنيش يا سي شكري نوصل فكرتي لا يا سي شكري يا سي شكري لحظه ناصر سي شكري خلينا نوصل فكرتي هو كتب لك كونتران دو دوناسيون والبارتنير نتاعو كابا كتبت لك دوناسيون هما زوز راضيين ويلغي الاتفاق السابق ومد لك كونتران هذه مغالطة ثانية هي الدوناسيون بمعاوضة بمعاوضة هي معناها هي بمعاوضة أن تعاوض كطريقة للخلاص يعني أن هذا بمقابل هذا مقابل شنو؟ مقابل انهم يلبسوا المريو الاستشهار والخدمات بالطبيعة باش يلبسوا المريو مالاش تحبوا يلبس مالا باش يلبسوا المريو الخلعة يا سي شكري يا سي شكري مالا كيفاه بالله سامحني سامحني بالله سامحني يا سي شكري انا باش نسالك مش مع بعضنا مش بالفلوس ناصر سونيا محمود ما نتكلموش مع بعضنا بالله انا نحب نقول سي شكري حاجة شفت شي مرة جمعية لابسة زي اديداس ولا غيره ولا غيره معناتها يا راهو تحب ولا تكره الوزير وقت اللي مشى قطر فما زي نتاع منتخب ما عادش عندي وقت ما نحبش ندخل في القانوني ثم على الاقل لوبينيون بوبليك نسبة منها تقول لك فما رمزية ما عادش عندي وقت فوتنا سبعة دقائق ما عادش عندي وقت سي شكري يقول لك لوبينيون محمود يقول ما عادش عندي وقت معناها اسكت خلينا نتكلم لوبينيون بوبليك الراي العام نسبة منه تقول لك يا سي شكري منتخب نتاعك عاونوا كي تحب تعاونوا تعاونوا كي تحب تسكر عليه سكر عليه في المنتخب وما زلنا متفقين بالمنتخب الوطني وكل مؤسسات الوزارة مفتوحة وكان على الجامعة منذ 19 خلينا نسمع شي لحظة خلينا نسمع سي حامد نسمع سي حامد دقيقة الأخرانية سي حامد الكلمة ليك دقيقة الأخرانية اسألوا منين يلبسوا من المنتوج الوطني اسألوا هو قال لك قال لك المنتوج الوطني عندك ماركة نجم تلبس ليكيب ناسيونال عندك حد ينجم يلبس ليكيب ناسيونال من تونس عندك حد سي شكري قول لنا لي نعم لحظه تفسر لك ليه من غير لا تفسر لي عندك معناها شكون 272 حاولنا تنقيح الامر لان عندك سبونسور تونسي محلي لحظه سي شكري ردا على النقطه الاخرى نتاع البيان نتاعكم عندك شكون من تونس قادر يلبس المنتخب بازياء تليق بمنتخبنا عندك ماركه تونسيه ميد ان تونيزيا اليوم حمايه المنتوج الوطني هل هي اليوم مسؤوليه الجامعه ان شاء الله تكون عندنا ليه ماك حطيتش لحظه ان شاء الله عندي كوب دافريك غدوه انا عندي لحظه سي شكري عندي كوب دافريك غدوه العباره ذي اللي حطيتوها حمايه المنتوج الوطني هل هي مسؤوليه الجامعه اليوم باش تفكر في حمايه المنتوج الوطني هذه هي فهمت هذه كلمه الحق التي يراد بها الباطل شكون اللي يراد الباطل احنا قلنا راو كي استحال تنقيح الفصل 272 باعتباره قانون باش نعملوا باش نعملوا تنقيح الامر باعتباره اسهل وهذا الامر ليس له علاقه بالوقت وصلت الفكره نتاعك سي شكري 10 ثواني دوك احنا باش نقعدوا في المشكله ذي ما عندنا حتى حل اليوم للجامعه لا عندنا حل شنو الحل اعطيني الحل اعطيني الحل شنو احنا ما عمرنا ما نخليه ليكيب ناسيونال بلاش حل وبحول الله مهما مش تصير فما صعوبات لازم باش نلقاو حل وباش يمشيوا الملاعبيه وباش ينوروا وجه تونس وباش يلبسوا بالكدا وما نخليوهمش بحول الله واضح 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 سي حامد سي شكري قول لي سي حامد وانهي سي تجاوزنا ب 10 دقائق البرنامج امتياز جبائي عندي 30 سنه نتمتع به تحب تنحيهولي مش حكايه برا خلص علاش انا تحب تحسسني اكرم فيا تنحيها لي فلوس التوانسه علاش انا علاش انا تقول لي بدلوا دوناسيون بدلوا لك دوناسيون تقول لي باهك ما سجلتوش في القباده مين دور لك هذا اللي هو سالتولو سالتولو سي حامد وكان الجواب نتاعو كيما سمعت وانت في اطار القانون حامد المغربي الناطق الرسمي باسم الجامعه شكرا لك سي شكري حمده المسؤول القانوني مدير شؤون القانونيه بالوزاره شكرا لك زاد على التدخل وشكرا لكامل الفريق